السلام عليكم ورحمة الله، اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة فن وحس. معاكم مع صبري، والنهاردة هنعمل الكفر بتاع المج الجميل ده علشان شتا كل سنة طيبين جاية، فبنحتاج المشروب اللي في ايدينا يفضل دافي، كوباية الشاي او النسكافيه تفضل دافية. فهنعمل الجراب ده سهل، نحطه ونخلعه. ده القطعة دي كانت قطعة تريكو، كنت عاملة عينة تريكو وكنت ركناها، فقلت ليه ما عملهاش كفر، فعملتها بالشكل ده. دلوقتي انا هوريكم قطعة تانية بس كروشيه، تمام؟ ممكن مرة تانية ابقى اوريكم قطعة التريكو دي معمولة ازاي. ويبتدي بسم الله. انا هستخدم خيط هيمالايا البن، هيمالايا بينو سوري، وهستخدم ابرة 4.5 هيمالايا. هيوريكم شكل التيكت بتاعها، هيمالايا البن. هيمالايا خيط ممتاز جدا جدا جدا، وعن تجربة رائعة فعلا. هنعمل عقدة البداية، وهنعمل سلسلة بطول المج، مش بطول المج يعني تلف المج، يعني ايه اللي هو المساحة المدورة دي. هعمل سلسلة واقيسها مظبوطة. عملت سلسلة هلفها حوالين المج كده، قفلت يعني هتقفل، يفلت مني كده خلاص، هيقابلوا بعضهم كده. هقفل بقى بغرزة منزلقة وابدأ اشتغل. حسب المج، يعني انا مش هقولك عدد السلاسل كامل، يعني حسب المج اللي عندك. هخش في اول سلسلة انا عملتها، وهقفل بمنزلقة، هاخد لفة واطلع من اي حاجة على الابرة كده. هعمل 2 سلسلة كارتفاع. ممكن بقى تعملي اي غرزة انت عايزاها، بس احنا نبدأ مبدئيا بغرزة بسيطة، وكل مرة نعمل حاجة مختلفة. هاخد لفة وهخش في اول سلسلة، وهاخد لفة وهطلع معايا 3 حلقات على الابرة، وهعمل نص عمود. هاخد لفة وادخل في السلسلة، واخد لفة واطلع معي 3 حلقات الابرة، هاخد لفة واطلع منهم كلهم. ده اسمه نص عمود. هشتغل نص عمود داير ما يدور لغاية اخر السطر. وصلت لاخر السطر، وهشبك في ايه اول سلسلة انا عملتها. عفوا، هعمل 2 سلسلة، هعمل 2 سلسلة وهشتغل فوق كل نص عمود، هشتغل نص عمود برضو. لغاية اخر السطر. خلصت السطر وهقفل في اول سلسلة. من الدور ده بقى الدور الجاي ده انا مش هقفل، بمعنى هعمل 3 سلسلة و 2 سلسلة سوري، وهعمل نص عمود فوق النص عمود لغاية اخر السطر، وهاجي في اخر السطر ده هوقف وبعدين الف الشغل. وصلت لاخر السطر وعملت نص عمود في نفس المكان اللي عملت فيه 3 سلسلة، ومش مش هشبكهم. هعمل 2 سلسلة هنا في نفس المكان اللي واقفة فيه، وهلف الشغل كده، وهرجع نص عمود فوق كل نص عمود بس العكس. ليه؟ علشان اسمح للايد ان انا اعرف ادخلها، يبقى فيه فراغ. هوريكو اهي، انت برضو حرة ان انت
تعمليها طويلة خالص نص بس حسب الشكل اللي انت عايزاه. بعد كده هعمل لكم اشكال جميلة، هعمل لكم ودان وعينين وحاجات كده جميلة. فبس هعمل اول ده بسيط للناس المبتدئة اللي هي تعمل حاجة تقدر تشتغل بيها مؤقتا. تمام، هنكمل ده، هفضل رايحة جاية رايحة جاية لغاية ما اوصل لاخر الايد هنا، وبعدين هبدأ اشبكهم تاني وهنحط اي حلية عليها. بصوا يا بنات، انا عملت كده، عملت كام دور، انا هقفلها، هبدأ اقفل هنا عشان ما تبقاش دي واسعة قوي. تمام، وهعمل كمان دور، فانا هقفل خلاص. بصوا انا عملت كام دور، 1 2 3 4 5، عملت 5 ادوار من غير ما اقفلهم. بس برضو انشي حسب المج اللي عندك، في مجات كبيرة مجات صغيرة، المج ده صغير على فكرة انا بس عشان التصوير. وهقفل في اول سلسلة هنا كده وخلاص، هرجع اشتغل عادي على مقفول، يبقى هدي الفتحة بس عشان ادخل المج. هعمل عمود، هعمل في كل الغرز نص عمود لغاية اخر السطر، وهقفلهم وهجيب حلية احطها هنا. لما خلصت اهو هشبكها زي ما بنشبك كل مرة، انا هستكفى بكده وهقص الخيط. طبعا ده كله هيتارى بإبرة التنظيف، يعني عملت سلسلة عشان اثبت الشغل. هجيب المك كده، طبعا بسيب في مسافة من فوق ومن تحت، بيبقى شكله احلى من كله ماكسي بصراحة. وعلشان كمان واحد بيشرب ما يفضلش يجي على الشغل، هركب هنا وردة. جبت وردة باف كنت عاملاها قبل كده في القناة، هحط لكم برضو اللينك بتاعها في صندوق الوصف تحت الفيديو. بإبرة التنظيف كده ببدأ اثبتها، تديها منظر جمالي. شبكتها كويس، هبدأ انهي الخيط من تحت الوردة كده. بعقدها كده تمام. وهي ده شكلها في منتهى الجمال والرقة، وسهل وبسيط، ما خدش مننا وقت خالص. ويا رب يكون سهل وبسيط وسريع عليكم، يا رب يعجبكم. ولو في اي حاجة محتاجين اشرحها لكم ابعتولي في تعليقات، ولايك وشير للفيديو لو استفدتي منه. واعذروني البنات اللي انا ما بتلاش طلباتها، انا ببقى عاملة بلان او خريطة للقناة، فانا ببقى مرتبة هعمل ايه الفترة الجاية، فاللي بيطلب مني حاجة بحطها ضمن الخطة الجديدة. تمام، انا مش ناسياكو، انا بحط بالترتيب عشان اجهز خيط، اجهز خرز، اجهز الخامات، او اجهز الباترون، او اجهز الشغل اللي انا هشتغله وانظم وقتي. يا رب يكون الفيديو استفدت منه، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.